النهارده يا جماعه هنجرب كل فوانيس رمضان. كل سنه في نفس الميعاد الشركات بتنزل فوانيس في السوبر ماركت. هي المفروض بتبقى باكج على هيئه فانوس، وجوه الفانوس فيه المنتجات بتاعه الشركه، كورونا وابعوف. فيلا نشوف فانوس كورونا بيقول ايه وجواه ايه وسعره ايه، ونشوف فوانيس ابعوف فيها ايه وجواها ايه وسعرها ايه. فيلا بينا. فانوس شكله فانوس جدا كمان. المفروض الفانوس ده عامل 45 جنيه. تعال نشوف ايه المنتجات اللي جوه. الويفر بتاع كورونا، ويفر بس الاصغر، شوكولاته بتاعه كورونا، بسكويت بيمبو صحي بالشوفان تقريبا والمكسرات، بيمبو الصغير ده المفروض على شكل واحد بيرقص، اللي هو مش عارف اسمها ايه، التنوره ولا اسمها ايه. ده المفروض سعره 40 جنيه. جواها بلح عادي خالص. فيها كام بلحه بقى؟ 18 بلحه ب 40 جنيه. الفانوس الثاني عامل 45 جنيه، مكتوب تمر مغطى بشوكولاته ومحشي باللوز. باكج حلوه جدا جدا. يجي لك في كيس كده بلحايه جواها لوزه. بسم الله، طعمه حلو قوي. ده كده اخر فانوس عليه كده صوره بنت. 35 جنيه بلح متغطي بالشوكولاته. بسم الله، ساده ما فيهوش حاجه من جوه. 35 جنيه 10 بلحات.